الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، في غمرة هذا الشهر الكريم، شهر القرآن الكريم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن هدى للناس، في غمرة هذا الشهر الكريم يحلو الكلام ويطيب الحديث حول القرآن الكريم باعتباره مصدراً لكل خير، وباعتباره المنهج الرائد، وباعتباره المنهج السديد الذي يوضح مسالك الطريق، والذي يضع أمامنا كل ما فيه طوق النجاة لهذه المشاكل. ولعل من المجالات أو من أكثر المجالات إصابة بهذه الأزمات منظومة ومجال التعليم، أو ما يصطلح عليه بمنظومة المنظومة التربوية أو المنظومة التعليمية. فهذه المنظومة تشكو من كثير من الخروق، ومن كثير من الفجوات، ومن الاهتزازات والاضطرابات، وإن الحاجة تدعو بشكل مريح إلى أن نستشير القرآن الكريم في وضع الأسس وفي وضع القواعد الراسخة من أجل ترميم البناء، بل إعادة البناء على أسس جديدة راسخة. وكما سبق الذكر، فيحضر معنا فضيلة العلامة الدكتور الأستاذ سيد مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، من أجل تنوير الأذهان في هذه المسألة. وهو خير من يتكلم في هذا، وهو الذي أفنى عمره في خدمة القرآن الكريم وأبلى البلاء الحسن من أجل بناء صرح القرآن الكريم تدريساً وتربيةً وتعليماً وإعداداً للأجيال الذين يحملون هذا اللواء ويحملون هذا المشعل. والموضوع الذي سوف يتحدث فيه أستاذنا الكريم يتعلق بالحاجة إلى قيم القرآن في منظومة التربية والتكوين. فالكلمة إلى أستاذنا الكريم.